كيف رفيقك؟ كيف هي رفيقتك؟ طمنت عليهم اليوم؟ قلت لهم قدامهم مين بحياتك؟ بس دخلكم مين هو رفيق؟ هو الشخص اللي كنتوا تلعبوا سوا انتوا صغار؟ أو اللي بعدكم تضحكوا سوا عزات انك اتبسرتوا كبار؟ يمكن هو اللي ما بتقفوا سهرة معه، أو هالشخص اللي بحمسكن على حيلا شي ويلا قوموا مشوا تاعه. يمكن هو اللي بيدعمك بمشاريعك على عميانة، أو اللي بيوقف حدك بس تكون نفسيتك تعبانة، أو لك رفيق هو اللي بغني معك بالسيارة واللي بيوثق فيك لو شو ما كان لك حتى لو سايق طيارة، أو اللي بتفوت على البيت بتلاقيه واصل قبلك ونهار بيصحصح لك والتاني يسلم لشكلك. فينا نكفي لبكرة يعني، بس تما طول عليكن رفقاتكن سروة، اوعى تضيعون من بين ايديكن. بكرة بيجي نهار ومنستوعب كلنا انه كل شي بيروح وما في غير الرفقة بتبقى.